تناولت الأخ بارك الله فيه وقد نعود إليه وأتي أخ الفضيل. أخي ياسر بارك الله فيه يقول يعني أنتم فاضلون تنتمون لا أنتمي إلى أحب الصف لا أنتمي إلى أي حزب إلى أي فضيل لو أنت مش أقول أنا أنتمي إلى الجماعة الأولى لا أنتمي إلى أي فضيل حرف السنة هكذا طبعا عندي أسباب عندي على لا أنتمي إلى أي ليس هناك خطة تفكيرية هكذا ليس لي علاقات مع المفكرين بأعيانهم ولدينا استخباطية معينة أو استراتيجية فكرية للتبشير بأفكار واجتهادات تغيير يعني أتمنى أن يكون موجودا أتمنى وأنا دعوت إليه أتمنى يعني يكون أحسن بكثير جدا المؤمن قوي بأخيه ضعيف بمفرده وقد يرى منك أخوك لي ما لا ترى وقد يرى لك لي ما لا ترى وهو مرآة صحيح العاطفية والفكرية لكن هذا الحق حتى يعني ايش نحسن ربما إيهام أنفسنا يا أخي الكريم أنا أدعو الإسلام بهذه الطريقة التي سمعت طرفا يسيرا منها اليوم في ساعات وساعات قليلة ومع ذلك وموقع الإنترنت الموجودة أنا أعاني أنا أكثر داعي في النمسا أعاني على فكرة من الصهاينة ومن اليمينيين ومن جهات حق على الإسلام بسبب مواقفي التي لا تنثني من قضايا أفغانستان واحتلال العراق وفلسطين ومساعي الصهيونية العالمية ولي كلام قوي جدا 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 جرأهم على التهم بالإرهابي بعد أن كنت مارث اللغة الإسلام أنا كنت مصلح في وركم فكذا جويرت في الأبيان على أنني مصلح كتبت ستاندرد أنه نحن ندعو توني بلير أن أن يتعرف على هذا المفكر المصلح مارث اللغة الإسلام حتى يرشد الإسلام في بريطانيا هكذا كتبت وبعد أن وقفت وقفات أنا لا أستطيع وأنا أعرف أن هذا يكلفني الكثير أخوة يعرفون عرض علي مناصب عالمية يعرفون مش مناصب في نفسها عالمية مركبات مغرية جدا لا تعطى لمن يمتلك حتى 10 شهادات ما رأيك رفضتها بفضل الله تبارك وتعالى ولا تسوى عندي شورى مثلا لأنني أعرف أنها ثمن ضريبة وثمن حريتي واستقلالي كن مطمئنا يا أخي من هذه الناحية تماما بفضل الله تبارك وتعالى لا يمكن أن أبيع حريتي ولو بأموال العالمية إن شاء الله لست ذلك الرجل أقول حقا في قضايا هذا الاستعمار كان أنا شديد الوطن على حولية الناس على أحقين وقال قال حطمناه إعلاميا الحمد لله هم حرموني ما أنا زائد فيه بطبعي أكثر شيء أنا أكرهه يعرفوني إني أبرز في التلفزيون وفي الجرائد ويعملوا فيه وصور كبيرة كان هذا بحسب عشان هذا المرض والله العظيم ومضره أقسم بالله والله أهبه هروبا لست طالب شعور لكن هذه الأشياء بطبيعتي يمكن زمون لي حكم النشر على الوالد الحمد لله حب المعاني هذه لست ذلك الرجل لكن يا اخي انا اقول لك لا احب ان اقع ايضا فريسه لوحش رده الفعل انا متالم اكثر منكم وانا حساس انا شخص نرفوز هكذا بطبيعتي وحساس جدا 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 خاصه فيما يخص بامتي هذا يذهب بيعرفك وانا افقد ممكن افقد 10 كيلو جرام في 5 ايام شفت في حرب غزه شيء يعني من حولي يبكون عني انا لا ابكي الا لمهازل الامه هذا ما يهمني امتي حقيقه اعيش واموت من اجل امتي انا عشت الى الان من اجل امتي ودين طيله حياتي بفضل الله تبارك وتعالى والله ولذلك انا اقول لك ببساطه لا احب ان اقع فريسه لوحش وغول رده الفعل وبين الفعل ورده الفعل تمد احكامه ومناهي كثير عن الصواب لا احب ان انتقل ولا احب ان اكون مخدوعا عن نفسي لا 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 انا اريد ان افكر رغم حساسيتي وطبعي العصبي الحاد أريد أن أفكر فيما يتعلق بديني والدعوة إلى ديني بما ينصف حقائق الدين العاليات من مهرجات الأيام والليالي وأنا على يقين أن حقائق الدين قد أهرجت صدقني حتى اجتهاد بعض العلماء في القديم والحديث هذا يقين قد أكون مخطئا طبيعي لست معصوما عادي وقد أكون مخطئ لكن أنا مكلف بما أعمل صحيح الله سيسائلني عن هذا كنت إلى وقت يعني قريب نسبيا لا أتجاسر على الاجتهاد في مسائل كثيرة والقول فيها أخاف من التفرد والتفرد ليس إيه بمحمل على فكرة شؤون الاجتهاد ليس بمحمل الأفضل أن تنتهي والحلف مع الجماعة عيد لكن هذا قد يعود إلى جمهور انتبه وإلى تسليم وإلى قتل القدرة النقدية فالمهم يسر الله أشياء لكن بعد ذلك قلت يا ولد عوف على نيتك الله يعلم ما هي والله وأنا حين أتي أقول تعالى عبد كان ابن دقيق العيد أبو فتح قجيري قد صلى الله عليه وسلم شيخ المالكية وشيخ الشافعية الديانة المصرية رجل عجيب عجيب ابن تيمية قال ألف ابن دقيق العيد كتاب عمدة الأحكام
لم يؤلف أحد قبله مثله ولا أحسب أن الله يستر من يؤلف بعده. تخيل وصلنا لكم احنا على فكرة نموذج مختصر كيف قصة 20 مجلدة شيء عجيب. كان طبعا إذا سئل المسألة يطير الصمت والصمت ويركز رأسه حتى يحسب سائله أنه لا يحسب ما كانش جواب. فإذا بحر في الجواب أتى منا مدهش بحر طنطان عجاج لا تبدوه كذا كما يقال في أدبياته. فاسكت يا إمام إيش قصة؟ قال يا إخوان يعلم ما سئلت في مسألة إلا أعددت لها بين يدي الجبار سؤالا وجوابا. يقفني بين يدي ويقول لي يا محمد محمد الله أو الفتح يا محمد سئلت في مسألة كذا فأجبت بكذا على ما استندت وعلى ما اتكلت ايش دليلك؟ قول لي لا شيء صعب جدا 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 وانا صدق. ولذلك انا حقيقه ان الذين يشددون ايضا على سبب الفكر والثقافه الاسلاميه في الان اصبح برضه في سيوله وميوعه في التخصصات بكون مفرد يعني بكون صحفي بكون شاب من المكتبين سمع له شرطيين دخلوا على 10 مواقع انترنت قالوا بتكلم قالوا برجع هذا لان سنلقى عليك قولا ثقيلا لا تقول في شيء لم تقتله بحثا انتبه ولن تغتر بنقاش الاعصار والمفاصل بالفارغين لا 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 اختبر هذا النقاش الاكابر ومدوره الراي مع ايه؟ مع الاكابر ابناء بجدتها وفرسان حلبتها كما يقال هو هذا. فهذا في الاخير قلت ايه طيب وانا كنت اخشى مثل ما يخشى هذا الامام وكان على قدر انا شفت نفسي على قدر يخشي حتى خشي العلم في النقاش طبعا لكن قلت عول على نيتي الله يعلم ايه نيتي ما هي نيتي وانا مستعد ان القى الله بكل شيء الان طبعا لم يثبت لي يعني صحه ضده او نقيضه بالدليل ان شاء الله الرجيح الواضح المليح انا مستعد ان القى الله عليه الساعه ان شاء الله يا رب هذا انا وانت لا تكلفني الا ايه بما في نصر وفي طاقه وانت تعلم